هذا الخميس أقيمت قرعة التصفيات المزدوجة في قارة آسيا والمؤهلة إلى كأس العالم 2026 اللي هيقام في 3 دول، أمريكا وكندا والمكسيك، وكأس أمم آسيا 2027 في السعودية. تعملت قرعة للدورين الأول والثاني. الاتحاد الآسيوي أقام قرعة التصفيات المزدوجة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وأجرى بعض التعديلات على نظام التصفيات لأن قارة آسيا عندها 8 مقاعد مباشرة بيروح للمونديال، وكمان في نصف مقعد في النهائيات العالمية، وده طبعا بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 إلى 48 منتخب من أجل أن يزيد هذا الكأس من قيمته التسويقية والجماهيرية. الدور الأول هيقام بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل منه 10 منتخبات هيشاركوا في منافسات الدور الثاني من التصفيات المزدوجة. والدور الثاني ده عبارة عن 36 منتخب اتقسموا ل9 مجموعات بتضم كل منها 4 منتخبات بتتنافس بنظام الدوري من دورين. وهتقام منافسات الدور ده خلال الفترة من نوفمبر 2023 لحد يونيو 2024. ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة للدور الثالث من تصفيات كأس العالم. وفي نفس الوقت هتحجز المنتخبات دي مقعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية. ومن المقرر سحب قرعة الدور الثالث من التصفيات كأس العالم خلال عام 2024، ويتم تقسيم المنتخبات إلى 18 على 3 مجموعات وتضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، ويتم تحديد المقعدين المتبقيين من خلال الدور الرابع من تصفيات كأس العالم، وكمان هيتحدد الفريق اللي هينافس في الملحق العالمي. يمكن من أبرز مجموعات الدور الثاني واللي فيها أكثر من فريق عربي، المجموعة الأولى اللي بتضم كل من قطر، الكويت، الهند، أفغانستان أو منغوليا. كمان المجموعة السابعة فيها الأردن، السعودية، طاجيكستان، باكستان أو كمبوديا. والمجموعة الثامنة البحرين، الإمارات ومعاهم اليمن أو سريلانكا، وكمان نيبال أو لاوس. المجموعة التاسعة فيها لبنان، فلسطين، أستراليا ومعاهم جزر المالديف أو بنجلاديش. كل التوفيق للمنتخبات العربية، كل التوفيق لكل المشاركين في تلك البطولات أن يحصل على بطاقة التأهل أكثر من منتخب عربي وإفريقي في نهائيات كأس العالم.